السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا على الكنترول و بنتكلم على حاجة اسمها الستيت ستيت ايرور. السيستم انتوا عارفين لما بيستقر بالمنظر ده بيبقى عنده سيت بوينت معينة، لكن ممكن يحصل له اوسليشن، ونتكلم على الاوفرشوت والكلام ده كله. لكن في الآخر لما يستقر بيبقى هنا في حاجة اسمها الاي ستيت ستيت أو الستيت ستيت ايرور. الستيت ستيت ايرور هنتكلم عليه في الاس دومين، هفكركم بالاس دومين في الفيديو دوت. الفيديو اللي جاي هنتكلم على الديجيتال سيستم. اول حاجه لو حبيت احسب الايرور اوف اس، ده السي ديت يختصر للكنترولر اوف اس، وده البلانت او ترانسفير فانكشن بتاع جي بلانت اللي هي البروسيس نفسها او البلانت. ده الاوت بتاعنا وبقيسه فيدباك اتش اوف اس، وبيطرح من ريفرنس اللي هي ار اوف اس او الانبوت بالنسبه لنا، والفرق بينهم ده اللي احنا سميناه باسم الايرور اوف اس. عايز اجيب دوت عند الستيت ستيت، يعني عايز اجيب الهدف ان انا اجيب الاي اوف تايم عند التي تندس تو انفينيتي. الاي الايرور كداله في الزمن لما الايرور او التايم تندس تو انفينيتي بكام. ده المقصود بكلمه الستيت ستيت ايرور. اول حاجه بكلم في الكونتينوس سيستم اللي هو بتاع كنترول 1، اي ستيت ستيت، والله هقول هنا الايرور اي اوف اس المفترض بتساوي R of S ناقص لو سميت ديت مثلا F of S، فتبقى R of S ناقص السيجنال هنا اللي اسمها F of S. Practical F of S ديت ما هي إلا H في Y، يبقى ممكن نشيلها من هنا ونكتبها مثلا H of S في Y of S. طيب Y of S نفسها بكام؟ Y of S ما هي إلا حصل ضرب السيجنال ديت في دي في ديت، يعني هي عبارة عن Error of S مضروبة في الكنترولر of S في الجي بلانت اوف اس. طبعا انا بتكلم على الجنرال رول، فمعظم الكيسز بيكون مش موجود الكنترولر، او بيكون الاثنين دول ترانسفير فانكشن واحده بس، وبيكون الفيدباك عباره عن يونيتي، يعني هنا بيكون واحد وليس اتش اوف اس. طيب لو جيت عوضت هنا هلاقي ان اي اوف اس هتساوي ار اوف اس ماينس اتش اوف اس مضروبه في الثلاثه دول بديله لواي اوف اس اللي هي سي اوف اس وجي بلانت اوف اس واي اوف اس. لو خدت E of S عامل مشترك هتبقى لي من هنا واحد، هنا دول هيجوا هنا بالبلس H of S C of S في G blend of S، كل دوت هيساوي R of S، ومنها يبقى الايرور as a function. طبعا S هنا مقصود بيها هو في التايم دومين واحنا جايبينه في الاس دومين، هيساوي R of S على واحد زائد H of S C of S G blend of S. ده كله على بعضه بيسموه closed loop gain. closed loop gain اللي هو حصل ضرب البلوكات بتاعت closed loop ديت كلها، ده كده البلوك ده كله، يعني ده كده لو مفيش دوت ومفيش دوت هيبقى الجي بلانت فقط، لو الاثنين دوت موجودين هيبقى حصل ضربهم، لو الثلاثه موجودين هيبقى حصل ضرب الثلاثه. ده اللي احنا بنسميه باسم closed loop gain، يعني اكنك بتدور على الترانسفير فانكشنز اللي موجوده في الثلاث دولت وتضربهم في بعض وبتحطها هنا في المقام. الـ E of S جبناها دالة في الـ S، هستفيد من الـ Initial and Final Value Theory اللي هو لو انت عايز عند T Infinity الدالة بتقول لي ان Limit F of T عندما T tends to Infinity هي Limit F of S، بس بزود هنا بضرب في S عندما S tends to Zero. بما اني شغال في الـ S Domain ودايما معظم شغلنا في كل S Domain بيكون اسهل من T Domain، just ان سيادتك عايزين نجيب E عند Infinity عند Time Infinity، كل اللي هنعمله هنضرب دوت في اس، هنضرب ده في اس واحط الاس بصفر. يعني هنا هقول هنا الاي ستيت ستيت هتساوي ليميت اس اي اوف اس عندما اس تندس تو زيرو، يعني هتساوي اس في ار اوف اس على 1 زائد اتش اوف اس سي اوف اس في جي بلانت اوف اس، كل دوت ليميت اخد لها ليميت لما اس تندس تو زيرو. ده التعريف الاساسي بتاعنا اللي احنا هنجيب منه جدول وهنحفظ الجدول ده. ده خلاصه المحاضره او الفيديو الاولاني، ان انت جاست هتحفظ لي بس الترانسفير فانكشن او التيبل اللي احنا هنجيبه. ار اوف اس الانبوت هناخد منه ثلاث انواع، ممكن يكون الانبوت يونت ستيب يونت رامب يونت بارابولا. يونت ستيب يعني شكله عامل كده الانبوت بتاعنا، ممكن يكون شكله الار اوف اس ما هي الا يو اوف اس، يو اوف اس اللي هي 1 على اس. لو كان الانبوت اول كيس هنبدا بيها هو والله اول حاجه الانبوت لو كان يونت ستيب، يبقى اول حاجه الانبوت يونت ستيب. يونت ستيب اللي هو في التايم دومين يو اوف تي ايكوال 1 طول ما تي اكبر من او تساوي صفر، طبعا زيرو
otherwise. لكن في الاس دومين معناها ان الار اوف تي طبعا بتساوي اوف تي، وبالتالي يبقى الار اوف اس هتساوي 1 على اس. لو جيت هنا هجيب الاي ستيت ستيت هيساوي ليميت لما اس تندس تو زيرو، في عندي اس اهي، ار اوف اس بكام؟ ب 1 على اس مقسوم على 1 زائد اتش اوف اس في سي اوف اس في جي بلانت اوف اس. طبعا الاس دي هتطير مع الاس ديت وهيطلع لي الباست بواحد، يبقى واحد على واحد زائد، هنروح نعوض في الثلاث دولت هنشيل جاست الاس نحطها بكام؟ بزيرو، يعني هتبقى اتش اوف صفر في الكنترولر اوف صفر في الجي بلانت اوف صفر. هسمي حاصل ضرب الثلاثة طبعا لما تروح تعوض بالصفر بيطلع لي كونستنت، لما تروح تعوض بالصفر بيطلع لي كونستنت. ليه بيطلع لي كونستنت؟ لان في الاخر اي ترانسفير فانكشن ما هي الا اس مثلا زائد 01 في اس زائد 02 في اس بالمنظر ده على اس زائد بول 1 اس زائد بول 2 اند سو اون بالمنظر دوت. فساعتها كل ما احط الاس ده بصفار هيطلع لك هنا الثابت اللي موجود هنا زائد الثابت ده زائد الثابت مضروب في، يعني الثابت ده مضروب في الثابت ده مضروب في الثابت ده على ثابت مضروب، لان انا بحط الاس بصفر، فده هيبقى بي 1 بس اللي هو رقم، وده بي 2 وده بي 3 وده بي 4، فهيطلع لي شويه ارقام في البص شويه ارقام في المقام، يعني ده اتس كونستنت، ده بيطلع لي عباره عن كونستنت. وبالتالي المحصله عندي هنا، المحصله هنا ان هيطلع لي ان الايرور اقدر اقول هنا في حاله ترن ستيب اي ستيت ستيت هتساوي 1 على 1 زائد كي بي بروبورشنال كونستنت، حيث الكي بي دوت الكي بي هو ليميت هنحفظها على الشكل دوت، ليميت لما اس تندس لصفر للكلوزد لوب جين اللي هو حصل ضرب الثلاثه بلوك اللي هو اتش اوف اس في C of S في G plant of S. ممكن انت تكون درستها مثلا في ترم قبل كده درستها تحت اسم G of S فقط، بس هو المفترض G اللي كان المفروض يتقال لك ان الجي ديت هي عبارة عن closed loop gain. امتى تكون G؟ لو كان السيستم بتاعنا بالمنظر ده، ده هنا G وراجعين بنيونيتي فيدباك، ساعتها closed loop gain كلها كل ده ما هو الا G. لكن انا حاطط هنا C وحاطط هنا H، يعني بضرب التلاتة في بعض وبعوض في الفورمولا دي جاست انك بتحط الاس بصفر. طيب يبقى الاستيت ستيت ايرور قلنا هنرص الكلام ده كله في الاخر في تيبل علشان نحفظه. طيب لو كان الانبوت يونت رام يعني تي، يعني الانبوت ما هو الا تي، شكله عباره عن ازاي؟ الكيس الثانيه ده يونت ستيب يونت رام، يونت رام يعني يو اوف تي ايكوال تي زي خط 45 كده، عند التايم واحد هي بواحد، عند اثنين هي باثنين، عند ثلاثة هي بثلاثة، and so on. ديت اللي احنا بنسميها باسم يونت رام. اليونت رام لو دخل على سيستم يونت رام ده معناها ان r of s تحويلة ال t بواحد على s squared. فساعتها لو جيت اعوض هقول هنا ان ال e steady state هيساوي، انا بعوض دايما في الفورمولا الاصلية بتاعت ديت، s limit لما s tends to zero s في R of S اللي هي 1 على S squared مقسوم على 1 زائد H of S C of S G plant of S. زي ما قلت لك معظم الكورسات او معظم المناهج بيتكلموا عن دي اسمها G وخلاص، بس زي ما قلت لك الجي ديت هي حاصل ضرب closed loop gain. closed loop يعني الحلقة ديت كلها حاصل ضرب transfer function زي ما قلت ديت كلها. هطير التربيع ده مع ال S، هضرب في S في البسط وفي المقام عشان اتخلص منها، فيطلع لي ان البسط عباره عن لسه ما خدتش الليمت اس تندس تو زيرو، لما اضرب في اس في البسط هيبقى بواحد، لما اضرب في اس في المقام دي هتبقى اس زائد اس اتش اوف اس سي اوف اس جي بلانت اوف اس. طيب حط الاس بصفر، هعوض عن الاس بصفر، هتيجي تقول لي طب ما ده هيطرح صفر، لا ممكن يكون فيه في مقام دوت اس، فاصبر عليا. يعني ممكن يكون دوت مثلا تخيل اتش اوف اس دوت واحد على اس، فممكن اس تطير، او السي يكون فيها اس مثلا زائد 3 على اس زائد 4 بس مضروبه في اس، فممكن اس يطير. لكن اس دوت ده اس حر ملوش اي علاقه، مش هيتغير ابدا. لما تحط الاس بصفر الترم ده هيطير، فيطلع لي 1 على طبعا ليميت اس تندس تو زيرو اس اتش اوف اس سي اوف اس في جي بلانت اوف اس. هسمي الاخ ده كله باسم كي في، يعني هو والله دي بتساوي 1 على كي في، يعني في حاله ان يكون الانبوت يونت رامب فالاوتبوت 1 على كي في.
طبعا في بعض الكيسز، في بعض الكيسز وهنتكلم عليها بالتفصيل كمان شويه، ممكن ايرور ده يوصل لانفينيتي، يعني السيستم يكون انستابل، ممكن يوصل لباوندد فاليو يبقى ليه قيمه زي 1 على كي في، ممكن يبقى بصفر. ده معتمد على شكل دول، حيث الكي في، حيث الكي في هي عباره عن ليميت عندما اس تندس تو زيرو للحته دي كلها. اس في اتش اوف اس، في الكنترولر اوف اس، في جي بلانت اوف اس. يبقى لحد دلوقتي الايرور في حاله اليونت ستيب انبوت بيبقى 1 على 1 زائد كي بي، يبقى المفترض ان حافظ دي وحافظ تعريف الكي بي. لحد دلوقتي ده اللي يهمني. برضه نفس الكلام الكي في في حاله ان يكون اللي داخل يونت رامب، يونت رامب لو قلت لك الانبوت يونت رامب، يبقى على طول الايرور ب 1 على كي في، والكي في بتساوي حاصل ضرب او حاصل الليمت بتاعت الجزئيه دي. طيب لو جيت قلت لك يونت بارابولا على شكل تي سكويرد على 2 يبقى رقم 3، اليونت بارابولا او البارابولا عامه، يعني لو جيت قلت لك نص تي سكويرد، نص تي سكويرد يعني شكلها عامل ازاي؟ ادي اليو اوف تي نص تي سكوير، شكل البارابولا العاديه اللي هي اكنها معادله تربيعيه بالمنظر ده، بس فيها كونستنت هنا عباره عن نص. يا ترى الانبوت هنا ار اوف اس، ار اوف اس انتوا عارفين المفترض ان تي اس ان في الاس دومين ما هي الا ان فاكتوريال على اس اس ان بلس 1، فتي سكويرد بتوع فاكتوريال 2 اللي هو ب 2 هيكنسل مع النص، عشان كده انا فضلت ان احنا نحط النص ديت، فهتكنسل بقى لي 1 على اس تكعيب، يعني هتساوي 1 على اس تكعيب. طيب عايز اجيب الايرور، يبقى الاي عند الانفينيتي او اي عند الستيد ستيت، بكتبها انفينيتي او ستيد ستيت، قلنا هي ليميت اس في ار اوف اس اللي هي 1 على اس تكعيب، المعادله العامه اللي كانت موجوده هنا مقسوم على 1 زائد اتش اوف اس كنترولر اوف اس في جي بلانت اوف اس. طبعا هنا عند اس تندس تو زيرو هطير الاس دي مع التكعيب هيتبقى تربيع، اضرب في البسط والمقام في اس سكوير فيطلع لي هنا البسط يصبح 1، المقام هيبقى اس سكوير زائد اس سكوير h of s c of s g plant of s، وبرضه هنا ليميت عندما s tends to 0. يا ترى الستيت ستيت ايرور هنا بكام بقى؟ هنحط الاس بصفر، هنحط الاس بصفر، هنحط الاس بصفر، هتبقى اس تربيع ديت ب 0، وبالتالي الترم دوت هيطير من هنا. هتيجي تقول لي طب ما هو الترم اللي جنبها هيبقى بصفر، وبالتالي يبقى الايرور بانفينيتي. طب ما هو ممكن ده يكون في مقامه s سكويرد، او ده في مقامه s، او ده في مقامه s، فالاسات تربيع ديت هي الطياره، لو ما فيهاش صح ممكن انه يوصل انفينيتي، ودي اللي احنا هنتكلم عليها بعد ما نخلص ديت. انا هسمي ده كده اسمه كي اي كونستانت، اللي هو الكي بتاع الاكسلريشن، يعني هقول والله دي بتساوي 1 على كي اي، يبقى اللي هتحفظه في حاله يونت بارابولا الاستيستد ايرور بيساوي 1 على كي اي. طب والكي اي هي مين؟ هي ليميت لما اس تندس لصفر اس سكويرد اتش اوف اس سي اوف اس في جي بلانت اوف اس. في مشكله حد هنا؟ يبقى احنا حافظين ثلاث انواع، والله طبعا لو عايز تكمل في السيستم بس يمكن دول هم اشهر ثلاثه انبوت بالنسبه لي، وبالتالي هنا ده الايرور. نيجي بقى نتكلم على السيستم تايب. السيستم تايب ايه هو؟ دلوقتي انت بتقول لي السيستم هنا لو دخل يونت ستيب ما اتمسحتش اهي، لو دخل يونت ستيب فالايرور 1 على 1 زائد كي بي، وده تعريف الكي بي. لو كان يونت رامب اللي هي التي يعني، فهيبقى الايرور 1 على كي في، والكي في تعريفه اهو. لو كانت بارابولا فالايرور 1 على كي اي، ودوت تعريف الكي اي. طيب لو جيت قلت لسيادتك ايه اللي هيحصل، او نتعرف على حاجه اسمها سيستم تايب. سيستم تايب ايه السيستم تايب دوت؟ السيستم تايب هو عدد البولز اللي موجوده عند الاوريجن. في كام بول موجوده عند الاوريجن لكلوزد لوب سيستم؟ يعني لما ساتك بتضرب ال H of S في ال C of S في ال G plant of S في كام؟ في الآخر دول كلهم ترانسفير فانكشن، اللي هي عبارة عن S زائد 01 مضروبة في S زائد 02 مضروبة في S زائد 03 and so on بالمنظر ده، لما اضربهم على S أس N في S زائد بول 1 S زائد بول 2 S زائد بول 3 and so on بالمنظر ده. ده الشكل العام للترانسفير فانكشن، لما تقدر تضرب في بعض ده شكلهم العام.
لو كانت ال n بصفر يعني مفيش اس حره في المقام، مفيش اس حره في المقام، يعني اس هنا هتيجي تقول لي لا ده انا كان طلعت لي مثلا اس زائد 1 في اس زائد 2 على اس زائد 3 اس زائد 4 اس زائد 5، طب مفيش اس خلاص بنعتبر ال n بصفر، يعني ال n بصفر. يعني لو ال n بتساوي صفر يعني مفيش اس حره، مفيش بولز عند الاوريجن 1 او 2 او 3، ده بنسميه تايب 0. تايب 0. طب لو ال n ب 1 يعني في اسايه واحده في المقام، اسايه واحده في المقام، بنقول هنا ان التايب 1. لو ال n بتساوي 2 يعني عندي 2 بول موجودين عند الزيرو. خلي بالك الزيرو في الكونتينوس بيكافئ الزد بتساوي 1 في الديجيتال سيستم، وده هنتكلم عليه ان شاء الله في الجزء اللي جاي. فهنا اس اس ان ده اسمه تايب 2 وانت ماشي بالمنظر، تايب 3 تايب 4 اند سو اون. هتيجي تقول لي لا ده ما فيش اس حره في المقام، خلاص اسمه تايب 0، اسمه تايب 0. مش كام اوردر، مش سكند اوردر ولا ثيرد اوردر، ثيرد اوردر بنعتبر على الاس، لكن التايب بنعتبر على الاس الحره دي. طيب ايه اللي هيحصل يعني؟ نيجي نتكلم على الاخ ده، ايه اللي يحصل لو كان السيستم تايب 0 كان تايب 1 كان تايب 2؟ تعال كده نشوف لو كان السيستم تايب 0 تايب 1 تايب 2. وبرده نفس الكلام هنعتبره في الجزئيه الثانيه، لو كان السيستم تايب 0 تايب 1 وتايب 2 هنبدا باليونت ستيب والسيستم تايب 0 ثم هنشوف تايب 1 ثم هنشوف تايب 2. يبقى هنكمل بنفس الترتيب. احنا قلنا في اليونت ستيب لما يكون الانبوت يونت ستيب فالايرور بتاعنا الاي ستيل ستيت او الاي عند الانفينيتي ب 1 على 1 زائد كي بي، 1 على 1 زائد كي بي، والكي بي دوت ده عباره عن ليميت اس تندس تو انفينيتي ل اتش اوف اس في سي اوف اس في جي بلاند اوف اس. نبدا نقول والله لو التايب بتاع السيستم ده، لو التايب بتاع يعني لما اضرب الثلاث دولت في بعض، خلاصه القول لما اضرب الثلاث دولت في بعض، بعد ما اضرب الثلاث دولت في بعض اجي ابص للترانسفير فانكشن لقيتها مثلا اس زائد 0 1 في اس زائد 0 2. ساعات بنعملها كده باي اي اس زائد 0 اي، الباي ديت زي السيجما، السيجما معناها لما اقول لك سيجما لإكس اي معناها إكس 1 زائد إكس 2 زائد إكس 3، لكن باي اي للإكس معناها إكس 1 في إكس 2 في إكس 3 في إكس 4. مش مشكلة، ده البسط. المقام إس زائد بول 1 إس زائد بول 2 بالمنظر. لو كان تايب صفر يعني إيه تايب صفر؟ يعني هنا مفيش إس حرة، يعني إس أس صفر مش موجودة. سيادتك لما تيجي هنا تضرب التلات دول في بعض هيطلع لي بالشكل دوت. متوقع ايه اللي يحصل؟ والله متوقع ان هلاقي ده بصفر وده بصفر وده فيطلع لي هنا الثابت اللي هنا مضروب موجب سالب مش فارق معايا، لكن هيطلع لي الثابت ده في الثابت ده في الثابت ده في الثابت ده على الثابت ده زائد في مضروب في الثابت ده مضروب في الثابت ده، يعني في الاخر هيطلع لي عباره عن كونستنت، يعني يطلع لي بنفس القيمه ديت. لكن ايه اللي هيحصل لو كان تايب 1؟ ايه اللي هيحصل لو كان تايب 1؟ تايب 1 يعني الكي بي نفسها عباره عن اس زائد 0 1 في اس زائد 0 2 على اس، خلي بالك بقى من ديت، مقسوم على اس زائد بول 1 اس زائد بول 2. لو كان السيستم تايب 1، لو كان السيستم تايب 1 ايه اللي يحصل؟ يعني في اس في المقام، حصل ضرب الثلاث دول كان فيهم اس. ساعتك لما تيجي تعوض عن اس بصفر، ها ده ثابت 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 واللي تحت ثابت، لكن ايه؟ ثابت على صفر، يعني الترم ده الترم ده لما احط الاس بصفر هيبقى حاجة على صفر، خلي بالك حاجة لأن فوق ثابت اللي هي زد 1 في زد 2 في زد 3 موجب سالب مش فارقة، وهنا بي 1 في بي 2 في بي 3 فثابت على ثابت، بس هنا مضروبة في اس اللي هي بصفر، فطلع لي حاجة على صفر، يعني الترم ده هيكون بإنفينيتي، يعني الكي بي بإنفينيتي. ده مصلحة ليه؟ لأن الكي بي لما يروح لإنفينيتي يبقى الاستيت ايرور بكام؟ زيرو، يبقى الستيدي ستيت ايرور تندس تو زيرو أو هيصبح بصفر. يعني هنا لحد دلوقتي اللي أنا جبته قلت لك تعالى كده نتكلم على السيستم، والجدول اللي هعمله هنا هو الخلاصه بتاعتنا. ادي الانبوت ستيب رامب بارابلا بالمنظر ده الاول حاجه، وده التايب. لو التايب زيرو مفيش اس حره في المقام فكان الايرور هنا 1 على 1 زائد كي بي. لو التايب 1 كان الايرور هنا كام؟ زيرو، مفيش ايرور مفيش ايرور. طب لو كان التايب 2 ايه اللي كان هيتغير؟ معلش هعدل على نفس الرسمه ديت. لو كان تايب 2 كان ديت اس سكوير، هتيجي تقول لي والله ثابت ثابت في ثابت في ثابت على صفر على صفر، يعني الترم ده برضه بانفينيتي، بانفينيتي
يبقى 1 زائد انفينيتي بانفينيتي 1 على انفينيتي بصفر، يعني الايرور هنا في تايب 2 هيبقى بصفر، الايرور هنا في تايب 2 هيبقى بصفر بالمنظر ده. طيب يبقى كده لازم تبقى حافظ الجدول دوت. بعرفه ازاي؟ والله بشوف الانبوت، يبقى ده بعرفه عن طريق الانبوت، ولما اضرب الكلوز لوب جين اللي هي السي في الاتش في الاس في الجي الاقيها اشوفها، هل في اس حره؟ لا مفيش، ما كانش فيه ولا اس، يبقى طيب صفر، لا في اس واحده، طيب واحد، طيب اثنين. طبعا واضح كده انك لو كملت الجدول طيب اي طيب منهم هتلاقي ده كله بصفار وانت ماشي. طيب لو جينا على ايه اللي يحصل لو انا بتكلم على الرام، تعال هنا بقى في الرام ركز في ديت لان ديت اصعب شويه. الرام الانبوت برام طلع ان الايرور بتاعنا اي ستيدي ستيت 1 على كي في. طيب الكي في ده كان بكام؟ ده كان ليميت اس اتش اوف اس سي اوف اس جي بلانت اوف اس، كل دوت لما اس تندس كام؟ تو زيرو، اثبتناها. ايه اللي هيحصل لو كان السيستم من تايب زيرو؟ لو كان السيستم من تايب زيرو يعني من تايب زيرو يعني حصل ضرب الثلاث دولت هيطلع لي اللي هو الشكل دوت اس زائد 01 اس زائد 02 بالمنظر ده، مفيش اس حره هنا، مفيش بولز موجوده عند الاوريجن، اس زائد بول 1 اس زائد بول 2 اند سو اون بالمنظر ده. سيتك ده كده الشكل بتاعك، فانت هتضربهم في اس اهي، الاس ديت اللي هي موجوده هنا في اصل القانون، فانا هضرب هنا في اس. ده كله هيقول لي ايه؟ لما تحط الاس بصفر، سيبك من الاس دلوقتي، هتلاقي هنا 01 في 02 في 03 في 04 في 05 على بول 1 في بول 6 والكلام ده كله، فتلاقي في الاخر ثابت، ثابت مضروب في اس، ثابت مضروب في اس، والاس راح لمين؟ للزيرو، يعني الترم ده هيبقى بصفر. الترم ده هيبقى بصفر، للاسف بقى 1 على كي في 1 على صفر، يطلع لي ان الايرور هنا هيروح عند الانفينيتي. يعني الايرور هنا السيستم هيوصلت ويبعد تماما عن نقطه الالتزام بتاعه ويوصل الى انفينيتي. طب ايه اللي هيحصل لو كان السيستم تايب 1 على نفس الرسمه؟ لو كان السيستم تايب 1 كان هيبقى هنا في مين؟ اس، هنا في اس، فكانت الاس اللي في اصل القانون دي هترمى على الاس اللي في المقام ويتبقى لي ثابت، يعني يتبقى لي هنا ثابت اللي هو 1 على كي في، يطلع لي رقم، يطلع لي 1 على كي في. طيب ايه اللي كان هيحصل لو كان تايب 2؟ تايب 2 لا، ده هنا في اس سكويرد، فايه اللي هيحصل بقى ساعتها؟ ساعتها هطير الاس دي مع التربيع فقط، لما طير الاس مع التربيع خلاص الاس دي طارت مع التربيع، ده كله ثابت، ده كله هيطلع منه ثابت، ثابت على صفر، ثابت على صفر يطلع على الانفينيتي. الكي في رايحه الانفينيتي هيبقى 1 على الانفينيتي، يبقى الايرور هنا هيكون بكام؟ بصفر، وانت مكمل بقى المنظر ده، تايب 3 تايب 4 هيبقى بصفر، ده بقيت الجدول. نيجي على اخر حاجه البارابولا، اخر حاجه هنختم بيها الفيديو دوت. لو كانت بارابولا، متوقع ايه اللي يحصل؟ البارابولا هنا هقول والله كان الاي ستيدي ستيت لو فاكرينه كان 1 على سميناها كي اي، والكي اي دوت كان ليميت بس اس سكويرد المره دي في اتش اوف اس في كنترولر اوف اس في جي بلانت اوف اس، وزي ما قلت لك لو مفيش اتش ومفيش سي فهي كلها الجي اللي هي حاصل ضرب كلوز لوب عندما اس تندس تو زيرو. السيستم لو تايب زيرو، يعني اس حصل ضرب الثلاثه دولت اللي بحدد التايب بتاع السيستم بتاع الكلوز دروب جين اللي هو حصل ضرب الثلاثه دولت مع بعض، لو اس زائد 01 اس زائد 02 اند سو اون، اس زائد بول 1 اس زائد بول 2 وانت ماشي بالمنظر ده، خلي بالك في اس سكوير ده اهي من اصل القانون، هضرب هنا في اس سكوير، ايه اللي هيحصل؟ ده هيطلع ثابت، هنا مفيش اس، احنا بنتكلم على تايب زيرو، هنا مفيش اي اس، وبالتالي سابتك لما تحط الاس بصفار يطلع لي زد 1 زد 2 زد 3 على بي 1، المهم ده هيطلع كونستنت مضروب في صفر، يعني صفر، 1 على صفر، يبقى ده بانفينيتي، طيب ايه اللي هيحصل لو كان تايب 1؟ تايب 1 هيبقى عندي هنا اس، فالتربيع ده هيترمى على الاس، للاسف برضه ده هيدي كونستنت وده هيدي كونستنت، بس ده بصفر، في كونستنت يطلع بصفر. لما تحط ده الكي اي ما تنسوش ده الكي اي، لما تحط الكي اي بصفر، واحد على صفر برضه يطلع بانفينيتي. اخيرا ايه اللي كان هيحصل لو كان في المقام اس سكوير؟ هنا بقى الايرور يبدا يبقى باوند، يعني ليه قيمه محدده، ساعتها الاس سكوير دي هتطير مع الاس سكوير دي ويطلع لي كونستنت، يعني يطلع لي رقم ثابت، فيطلع لي الايرور هنا 1 على كي اي. فهمتوا الاستراتيجيه ماشيه ازاي؟
هتلاقي دايما الدياجونال ده بيكون باوندد. لو انت بقى خدت ده تكعيبيه يعني تي تكعيب وتي اس 4 وتي اس 5 وانت ماشي. الابر تريانجل دوت هيبقى دايما الايرو فيه بانفينيتي، اللور الدياجونال هيبقى باوندد يعني واحد على ثابت واحد على ثابت واحد ما عدا اول واحده بس، واحد على واحد زائد الثابت، وطبعا اللور تريانجل كله هيبقى بصفر. الجدول ده المطالب سيادتك انك تبقى حافظه فقط من خلال المحاضره دي كلها، وطبعا بالاضافه لتعريفات الثلاثه اللي موجودين هنا في الجدول. ايه الكي بروبورشنال؟ الكي بروبورشنال هي ليميت الكلوز لوب جين اللي هي الاتش في الاس في السي قصدي في الجي بلان عندما اس تندس تو زيرو. الكي في نفس الكلام بس هضرب من عندي في اس سي اوف اس جي بلانت اوف اس برضو اس تندس تو زيرو. اخيرا الكي اي هي ليميت عندما s tends to 0 بس s squared h of s c of s في g plant of s. هكتفي بالجزء دوت وجزاكم الله خير.